التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نظيره الصومالي حمزة عبدي بري خلال زيارته لمصر عددا من الملفات المشتركة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشو، مضيفا أن تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات مصر، وهو ما ينعكس في الزيارة الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية. اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعيا إلى عزل إسرائيل لوضع حد للهمجية المدعومة من بعض الدول الغربية على حد تعبيره. وقال سونكو خلال تجمع حاشد ضم المئات دعما للفلسطينيين في المسجد الكبير في دكار إن نتنياهو تعتمد سلطته وبقاءه السياسي على هذه الحرب، مشيرا إلى أنه مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيسا للوزراء ومن أجل ألا يواجه العدالة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انتشل جثث 6 محتجزين كانوا لدى حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح جيش الاحتلال أنه تم العثور على جثث المحتجزين بأحد الأنفاق في منطقة رفح الفلسطينية وتم نقلهم إلى إسرائيل. استشهد 3 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة. وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة التوبة بالمخيم، مما أدى لاستشهاد 3 وإصابة آخرين. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40,691 فلسطينيا وإصابة 94,060 آخرين حتى الآن. أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيان أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد. وأوضح رئيس البلدية أن 4 طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو وتم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة. كانت كييف قد أكدت أنها بحاجة للسماح لها باستخدام أسلحة أكثر قوة من الغرب لإلحاق المزيد من الضرر داخل روسيا وإضعاف قدرة موسكو على مواجهة هجماتها بلا هوادة على أوكرانيا. طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدر القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات جافي ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية. وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل ل 12 مليون جرعة حتى عام 2025 اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين. وقال البيان أنه بموجب المناقصة ستبرم اليونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات، وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعداد والمتطلبات التنظيمية.